مرحبا متابعات هي، أنا ستيفاني. مثل ما منحط راسنا على المخدة لنرتاح آخر النهار من كل التعب، مين قال ما فينا كمان نستعمل المخدة لنتمرن ونطلع كل الطاقة السلبية لبرا؟ كل شي رح نعوزه هو هالمخدة وبس. حنعمل كل حركة 10 مرات قبل ما ننتقل للحركة اللي بعدها. أول تمرين هو السكوات، ظهرنا جالس وإجرينا ثابتين على الأرض. تاني حركة رح نشغل فيها كل عضلات جسمنا، بدنا نحط المخدة لفوق راسنا وبدنا نخبطها على الأرض بكل قوتنا. أهم شي ننتبه إنه ظهرنا يضلوا جالس. تالت حركة مثل السكوات بس حيكونوا إجرينا شوي مفتوحين لبرا، حننزل نبقى بالموفمنت وسويتش من اليمين للشمال. هيدي الحركة حنستعمل فيها بس جرينا. كل اللي حنعمله انه حنلقط المخدة هيك، وكل شي بدنا نعمله انه يدقوا ركبنا بالمخدة. هيدي الحركة بدنا نحط المخدة على جرينا من تحت، بدنا ننام على ظهرنا ونشتغل بالمخدة. اهم شي ظهرنا يكون جالس منيح على الارض. نرجع المخدة لورا، نحطها هون، نرجع نطلع. بدنا نقول، بدنا نجيب المخدة نحطها لورا، نرجع. ما ننسى نتنفس منيح وما نقطع نفسنا خلال التمرين. أما الحركة اللي بعدها هي كمان حركة للمعدة. رح نلقط المخدة، رح نجيبها بس to the sides of جسمنا. شد معدتنا منيح، جرينا على الأرض 60، نتنفس. أما هلأ بنوصل لآخر حركة، واللي هي أهم حركة بكل تمرين لازم نعمله، ما لازم نستغني عنها بتمريننا. هيدي البوزيشن اسمها بلانكس. بدي أحط كواعي على المخدة، اثنيناتن ظهري جالس. أهم شيء إنه ما أنزل كتير لتحت ولا أطلع كتير لفوق. ظهري جالس، بطلع قدامي وما بنسى إني أتنفس كتير منيح. بعرف حتكون صعبة بس ما في شيء هين أو ما في شيء منيح بيجي على الهين. هيك منكون خلصنا تمريننا بالمخدة، وإذا عنا الإرادة فينا نحقق كل شي بدنا إياه وين ما كان وكيف ما كان. شكراً.